فكري منيح واعصري دماغك، لأنه أي تفصيل صغير ممكن يكون مهم بالنسبة لنا. عم تفهمي علي؟ حاولي تتذكري كل شيء. بس أنا قلت لكم كل شيء. يعني اسم شخص بيتردد عليه أو حدا ذكره بشي مكالمة، هيك شيء مثلا. حاولي تتذكري. أصلا من وقت اللي إجيت ما عم فكر بشي تاني، بس أنتوا لما تضغطوا علي عم أنسى كتير أمور. إذا لاحظت شيء، أي شيء غريب، يعني شغلة انذكرت وهو عم يحكي مع جماعته، أو شيء معلومة شاكه إنه مخبية عنك مثلا، ما صار شيء من هالنوع هاد؟ يعني في الأوضة اللي خبرتكم عنها اللي كان قافلها، وقلت لكم كان عم يراقب مرته من هنيك، وأنا بصراحة ما شكيت غير بهذا الموضوع. طيب هي الأوضة خلصنا منها، يا ترى في حدا تاني حوالينا نقدر نسأله كم سؤال؟ لا، ما بعتقد إنه في حدا تاني. أكيد هذا الحقير ماله مقطوع من شجرة، يعني عنده قرايبين، إلا ما نلاقي شي حدا. أنت بالفترة اللي كنتي فيها عنده، معقول يعني ما اتصل مع حدا من قرايبينه؟ فكري شوي، بترجاكي فكري. صرعتني وانت عم تطنطن. خير شو بدك هلا؟ امي عنا. لا تخليني بلش فيها. شو بدك يعني اقول لك يعني؟ هاي امك مو مطولة لتجيب لي الشلطة. ما بدي ينشغل بها. وعلى شو دخلك؟ لا تخاف، خلص خليها عنكم. طيب رح تضل هاي الليلة هون وبكرة إن شاء الله بنجي سوا. لا حبيبي لا تجيبها، انتهى الموضوع وما رح تفوت على هذا البيت طول ما انا عايش. انا حبيت خبرك بس نيجي بكره بتقعدوا وبتحكوا. لك انا شو كنت عم اقول لك من شوي؟ لا تجيبها. بابا ممكن تسمعني شوي؟ قلت لك هذا الموضوع منتهي، فهمت ولا لا؟ اذا بدخلها على هالبيت مره تانية بدي خلي العالم تبذل وشي، خليها تتعلم تكبر راس معي. طبعا حضرتها مفكره اني رح امرق لها هالعمله هي، بس انا رح خليها تاكل كواع ندها. بابا بتكون حيوان اذا خليتها ترجع، والله لا خليها تبوس الصرامي، انا بورجيها. لكان بدها تبهدلني بعد هالعمر خليها تعمل اللي بدها اياه. انا اصلا ما عاد يهمني هذا الموضوع، ما بقى لها محل بالبيت. شو عم بيصير؟ امك هربت من البيت. أنا بعتذر لأني جيت بوقت مو مناسب، بس في كم سؤال لازم أسأل. حطيتي لها خل مو هيك؟ إيه يا خانو. منيح، هلا اركضي جيبي المسقعة كمان يلا. الشوربة صارت جاهزة، دقيقتين ومنكون قاعدين على الطاولة. ليش عم تعذبي حالك يا خانو؟ شو رأيك تعدي وترتاحي من الشغل؟ والله خليتهم يعملوا الأكل كله على مرائي. أكلات الزيت أنا عملتهم بإيدي وما خليت حدا يتدخل أبداً. والله منظرهم بشهي. هلأ بتذوقوهم وبعدين بتعطوني رأيكم. مستحيل ما يكون الأكل لذيذ. بس بدي أقول لهم يحطوا صلصة السلطة بتكون صارت جاهزة، شوفهم وبرجع. لك أنا هذا اللي كان ناقصني، هذا اللي ناقصني. خلص روق، مو حلوة مشان أمك. أنا محروج كتير. ليش يعني؟ بكرة بحل هذا الموضوع، خليها هون الليلة والصبح باخذها على البيت. ليش عم تحكي هيك؟ كأنك كتير متضايق من وجودها هون، هي بتكون أمك، هي هلأ بحاجتك، كمان هون بيتها، شو المشكلة؟ بدهم على طول يحطوني بمواقف محرجة. طيب امك شو ذنبها؟ اسمع رح احكي شي هلا بس ممكن ما يعجبك، كل الحق على مهند. لا تفش خلقك بامك، هذا ما بيجوز، هي ما دخلها. انت لازم توقف معها. بلا مؤيد يلا بسرعه. ايه؟ شو يا اولاد؟ انا يلا تعالوا السفره جاهزه. طيب نازلين فورا، رح نسكب الشوربة هلأ بتبرد، يلا عشلو.
يلا تعال خلينا ننزل لتحت، رح غير ثيابي وانزل. طيب. الله يسلم ايديك. ان شاء الله صحة وعافية. شو أخذها لعند هدول الجماعة؟ شو؟ شلون بتتصرف بهي الطريقة بعد هالأمر؟ الله يصبرني. يلا خلينا نفوت لجوا. أنا كنت عرفان إن رح تعمل هيك شغلة، بالشرف متوقع، أصلاً إجت على رجليها. بدها تروح بكل الأحوال، وهلا لقت الفرصة. بابا، يلا تعال. أنا ما رح أسمح لها ترجع. هذا الباب السكر بوشها. هذا الحكي ما بيصير يا بابا. والله أنا حكيت اللي عندي ولا تناقشني. وأنا شو ساوي هلا؟ خير شو صار؟ في شي جديد؟ لا لا أبدا ما في شي. بشو عم تحكوا؟ لسه في عندي كم سؤال. لو سمحت بدي اسمع. يلا تابعي لأشوف.